تونس عبر سكايب. سيد علي مساء الخير. اليوم وزير خارجية فرنسا يقول إذا لم يعد الطرفان المتحاربان إلى طاولة التفاوض فإن الوضع سيزداد تأزما وسيهدد أوروبا. ما الذي يقصده الوزير الفرنسي بتهديد أوروبا؟ هو ما يقصده هو أن الآن الدول الأوروبية تريد الآن عملية سياسية بعد أن يئست من العقلية الحسم العسكري. لماذا يقولون الآن هذا الكلام؟ لماذا لم يقولوه يوم 4/4؟ لماذا لم يقل هذا الكلام منذ أشهر؟ وبالتالي فأعتقد أن هناك بحث عن حل سياسي بعد أن أصبح الحسم العسكري بناء على انتصارات الوفاق وبناء على توازن قوى الضعف محليا واقليميا ودوليا، فان هذا اصبح هذا التصريح ما في ذهنهم هو الاولويه. نعم، ايضا اليوم اتصال رئيس المجلس الرئاسي مع الرئيس التونسي، يعني هل هناك غايه غير معلنه من الاتصال برايك؟ لا طبعا، هو الآن في ظل البحث عن حل سياسي وفي ظل ما الواقع على الميدان، حكومة الوفاق مطلوب منها تدعيم شرعيتها من الدولية المعترف بها، وأيضا شرعية تشريك الأطراف المناها دول الجوار وخاصة المناها تونس والجزائر، باعتبار أن الدولتين رافض أساسي لحكومة الوفاق من حيث شرعيتها ومن حيث المبادرات السياسية التي من الممكن مناقشتها، خاصة في ظل الحديث عن مبعوث مغاربي في الملف الليبي. نعم، سؤال أخير سيد علي، يعني مع التغيرات الأخيرة في ميادين القتال في جنوب العاصمة، هل تتوقع أن تتراجع فرنسا عن دعمها لحفتر؟ الفرنسيين طبعا لم يعودوا في نفس موقع دعم حفتر مثل ما كانوا قبل هجومه على العاصمة في 4/4 ولا بعدها. إذن فقد تغير الفريق الذي كان يشتغل على الملف الفرنسي في الإليزي منذ أشهر ومنذ أسابيع، وأيضا هناك قراءة موضوعية بالنسبة للفرنسيين للواقع على الأرض. معناها قبل سقوط الوطية وما بعد سقوط الوطية ليس هو نفسه، بالتالي فرنسا تنظر إلى مصالحها خاصة في الجنوب وفي على حدود الساحل والصحراء، وبالتالي فهناك تغير الموقف الفرنسي، ولكن هذا الموقف تغير تدريجيا إلى أن وصل إلى الموقف الحالي. الفرنسيين غيروا جزء من الإدارة، وحضور وزير الخارجية الذي كان فاعلا في دعم حفتر باعتباره وزير دفاع أسبق قد تراجع حضوره، وكل الفريق الذي كان من حوله تم تغييره. أيضا المدرسة السياسية الفرنسية في رؤيتها للواقع دول الساحل والصحراء في مالي وفي تشاد وفي النيجر ونفوذها التاريخي هي مدرسة واقعية في السياسة. تغير موازين القوى قبل وبعد الوطية جعلت الفرنسيين يغيرون وجهة نظرهم، خاصة في ظل الموقف الجديد للناتو من تطور الأحداث.